أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. بعد متابعتكم لسلسلة الحوارات والروبورتاجات التي خصصناها لتقريبكم من القطاع المينائي والبحري، يأتي اليوم الدور على قطاع له أهمية كبرى في تطوير البنية التحتية بالمغرب، ويتعلق الأمر بقطاع البناء والأشغال العمومية. ولتقريبكم من هذا القطاع نترككم مع الروبورتاج التالي. يعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية قادرة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للمغرب من خلال مساهمته بأكثر من 6.6% من الناتج الداخلي الخام، كما أنه يساهم في إنعاش سوق الشغل بتشغيل حوالي 9% من الساكنة النشيطة. وتتجلى أهمية هذا القطاع ببلادنا من خلال تخصيص 80% من الصفقات العمومية لقطاع البناء والأشغال العمومية، والذي يضم أكثر من 60,000 مقاولة متخصصة. ويلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تطوير البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر ببناء الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات، السكك الحديدية، وكذا الأوراش المهيكلة والمشاريع الاستثمارية الكبرى للبلاد. ولمواكبة هذه الأوراش، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ببلورة استراتيجية لهذا القطاع تهدف إلى تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية، وذلك من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والهيئات المهنية المعنية بهذا القطاع من أجل التوفر على شركات ذات تنافسية عالية قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية. إضافة إلى إعادة هيكلة أنظمة تكييف وتصنيف مقاولات ومختبرات الأشغال العمومية، وتطبيق مبدأ الأفضلية للمقاولات المغربية في الصفقات العمومية. كما وضعت الوزارة برنامجاً لإحداث وكالة وطنية للتجهيزات العامة لتكون رائدة في قطاع الإشراف المنتدب على الأوراش الوطنية. ووعياً منها بأهمية الاستثمار في هذا القطاع، فقد خصصت الوزارة هذه السنة 32 مليار للاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، فيما خصصت 36 مليار درهم للاستثمار سنة 2015. أما على المستوى القانوني، فقد قامت الوزارة خلال الفترة 2012-2016 بعدة إصلاحات تهم تعديل النصوص المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، مراجعة نظام تكييف وتصنيف المقاولات ومكاتب الدراسات في قطاع البناء والأشغال العمومية، تنظيم وتأهيل مختبرات البناء والأشغال العمومية، إنجاز قطب صناعي متخصص في صناعة ومعالجة مواد البناء والأشغال العمومية، فضلاً عن إصلاح منظومة استغلال المقالع وتدبير الملك العمومي من أجل ضمان شفافية أكبر. للتعرف أكثر على هذا القطاع، ندعوكم لمتابعة مجموعة من الروبورتاجات والحوارات التي أنجزناها مع كبار المسؤولين بالوزارة، إضافة إلى عدد من المهنيين الفاعلين بالقطاع. وشكراً على متابعتكم.